عقد رئيس الحكومة المعين عزيز خنوش اليوم الأربعاء برباط عقد لقاء مع الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، وذلك في إطار المشاورات الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة. وكان خنوش قد واصل صباح اليوم مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة بلقاء جمعه بمحمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. مباشرة بعد استقبال صاحب الجلالة الله ينصرو وتعيني كرئيس للحكومة وكلفني وشرفني باش نتكلف يعني بتشكيل الحكومة، بدينا واحد العدد ديال المشاورات هذا الأسبوع اللي كتنتهي اليوم في الدورة الأولى ديالها، واللي يعني أولا فريق حزب العدالة والتنمية في شخصية سعد الدين العثماني اعتذر، وكذلك اليوم السيدة الأمينة العامة نبيلة حتى هي اعتذرت وبلغتني بأنه إن شاء الله غادي تكون في يعني في المعارضة. قمنا خلال هذا يعني الحوارات اللي كاين اللي كانت مع الساده قاده الاحزاب السياسيه، وكانت يعني حوارات جد مهمه ومثمره، واللي كل واحد اعطى التصور ديالو التقدير ديالو بالنسبه لهذه المرحله. اللي نبغي نشير ليه ان شاء الله بانه ابتداء من الان غادي يكون يعني كذلك مشاورات يعني منتظمة اللي غادي إن شاء الله باش نحاولوا باش نتوصلوا باش تبدأ تبان يعني الملامح، كنقلب عليها تبدأ تبان الملامح إن شاء الله ديال الأغلبية خلال أسبوع المقبل إن شاء الله. دونك بلي غادي نوصلوا الأسبوع المقبل وتكون الملامح ظاهرة، احنا غادي نستدعوا الصحافة ان شاء الله باش نعلنوا على اشنو هي الاغلبية. شكرا لكم للمتابعة والاهمية اللي اعطيتوا للمواطنين باش تعلموه بهذه المشاورات اللي كاينين، والى اللقاء نتمنى على الله في الاسبوع المقبل ان شاء الله. السلام عليكم. هذا الصباح التقيت بالسيد الرئيس المعين، تمنيت له اولا هنأته بانتقال الملكية، هنأته كذلك بثقة الناخب المغربي الذي عبر عن وعي كبير بتحديات المرحلة، وأنا أعتبر بأن السيد الرئيس وحزبه الذي كان الأكثر تأهيلا لربح هذه الثقة واعي بما تفرضه هذه الثقة من عمل من أجل التعبير عن توجهات البلاد في هذه المرحلة. ومشكور على الدعوة نتاعو الكريمة، وعبرنا ليه على القضايا اللي كتشغلنا وكتشغل فئات اليسار، واللي هي أساسا تتعلق بأربعة ديال المحاور أعتقد أساسية. المحور الأول متعلق بالممارسة الدستورية. نحن لاحظنا في المرحلة السابقة كيف كانت الممارسة الدستورية أقل من الدستور نفسه اللي هو في حد ذاته عندنا عليه مجموعة ديال الملاحظات، وكنتمناو أن المرحلة المقبلة رئيس الحكومة يمارس اختصاصاته الدستورية كما نص عليه الدستور. إذا لم يكن نمشيو في اتجاه أكثر ديمقراطية واللي تسمح بالمشاركة ونتجهوا نحو ديمقراطية حقيقية. ولمزيد من المعلومات حول الموضوع تنضم إلينا الزميلة غزلان أمجود من مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط. أهلا بك غزلان.
أهلا بك هاجر وبمشاهدي تيليماروك. على غرار الجلسات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش يوم الاثنين الماضي مع زعماء الأحزاب السياسية الخمسة التي تصدرت التشريعيات والمحليات التي جرت في الثامن من شتنبر، جلسات تشاورية مع أحزاب جديدة جرت منذ صباح اليوم وعلى امتداده. لكن اللافت قبل أن نفصل هاجر في هذه الجلسات هو تخلف الأمين العام المستقيل من حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني عن حضور هذه الجلسات. من جهتها أيضا نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد تخلفت عن الحضور وقالت إنها ستتموقع في المعارضة. اللقاء الأول جرى صباح اليوم بين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله. نبيل بن عبد الله أعرب عن أنه ناقش مع عزيز أخنوش مجموعة من المواضيع المتعلقة بتعميق المسار الديمقراطي وفضاء الحريات، ولم يوضح أنه تلقى أي عرض واضح من قبل عزيز أخنوش. بعد بن عبد الله جرى لقاء آخر مع عرشان عبد الصمد الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية الذي تمنى أن يتمكن عزيز أخنوش من تشكيل أغلبية حكومية منسجمة، وأكد على يقينه بقدرة عزيز أخنوش على النجاح في هذه المهمة. كذلك مصطفى بن علي الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية عبر بعد اجتماعه بأخنوش عبر عن تأييده للتوجهات التي تخدم الناخب المغربي في هذه المرحلة التي وصفها بالدقيقة. من ناحيته عبد السلام العزيز منسق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي عبر عن رؤيته للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وفي ختام هذه الجلسات التشاورية قال عزيز أخنوش إن ملامح الأغلبية الحكومية قد تتضح في غضون الأسبوع المقبل، وسيدعو الصحفيين لمتابعتها. إليك هاجر.